بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح الفل والهنا والسعادة والياسمين على عيونكم. يا ريت لو انت أول مرة تشوفي قناتي يا ريت اشتراك ولايك حلو فضلا وليس أمرا. النهاردة يوم فاضي مورايش حاجة، طبعا مخلصة كل شغل البيت من امبارح، كل اللي احنا عملناه نزلت جبت شوية طلبات للبيت، حاجات بسيطة اهي على السفرة وجيت. المهم اول ما جيت رحت مطلعه الحاجه في الشمس، يلا كده اهوت نشوف الشمس النهارده. اليوم جميل جدا جدا، جميله جدا جدا، اليوم نور وحلو والشمس حلوه قوي قوي. هوينا الحاجه في الشمس كده، اقفل بس الستاره عشان ما نفرجوش علينا الناس. الشمس حلوه قوي قوي، طلعت البطاطين طبعا لازم التهويه دي باستمرار. بطاطين مخدات، ابني ما شاء الله عليه جدع يعني، لقيته مطلع البطانية اللي بيستغطى بيها والمخدة بتاعته، هو شاطر جدا جدا، بيحب يهوي كده وبيحب، هو نشيط بس بيدخل المطبخ بيعمل كارثة. هدخلكوا دلوقتي المطبخ واوريكوا ايه اللي هو عمله في قلب المطبخ. يلا بينا ندخل بقى. اهم حاجة اللي انا هويت الحاجات دي كده اول ما جيت من السوق، طبعا كانوا العيال نايمين، جيت لقيت بقى اللي نزل نزل واللي راح درسه. يلا بينا نخش بقى جوه ونكمل بقى بسيطه كده للبيت، يعني انا ما انتهز الفرصه اليوم اللي بيبقى مورايش حاجه، يعني مش هقف في المطبخ كتير، بنزل اجيب شويه حاجات بتبقى ناقصه البيت. هخش هرص الحاجات دي بس هشاهدكم بقى على اللي هو الحاجات دي كده اهوت، وفرحني وانا جايه كده اهوت لقيت هو فرشته، بس انا بقى كملت بقية الحاجة. قلت جدع ما شاء الله عليه يعني جدع، بس تعالوا بقى شوفوا في المطبخ عمل لي ايه كده. في المطبخ، المطبخ ده انا مشطباه من بالليل، ما كانش فيه، الحوض كان فاضي، ما كانش فيه حاجة خالص يعني جدع. قام فطر هو واخوه وعملوا قالوا بيض، وطبعا الكابتن ضروري لازم كل يوم لبن بالبيض الني يضربه في قلب الخلاط. ضرب البيض والبيض، جايب طبق نضيف عشان يحط فيه قشر البيض مع ان الباسكت قريب ليه جدا جدا، ومطلع جبنه ومش مرجعها الثلاجه، ومش عارفه السكر الدايت بتاعي ده كان بيعمل بيه ايه. هو لما بيجي يجيب حاجه من دولاب المطبخ ينزل البرطمانات اللي قدام ويسيبها، كان بيجيب العسل ولبن البودر كل دوت عشان يعمل كوبايه لبن ببيضتين. وطبعا قلى بيض، حط الطاسه جدع، حاطط الطاسه اهو في ال، بس هو لخبط الدنيا يعني، مطلع المعالق كلها. بصوا الكوبايات دي كانت نظيفه، انا الكوبايه دي على طول بملاها، الكوز الكبير دوت اللي استلس بيتصبن على طول، هو والاستلس الصغيره دي الكوبايه بتاعته بيتملوا على طول. المهم هو الكوبايات دي كانت كلها نظيفه، يعني هو ايه بيشرب ميه كتير، الرياضي بيشرب ميه ياما، لازم الميه كتير جدا، 2 لتر ميه في اليوم او اكتر. فهو يشرب يطلع كوبايه من المطبقيه يشرب ويحطها، يجي يشرب تاني مش يستعمل نفس الكوبايه بتاعته، لا يطلع اربع كوبايات اهو، مع اني ما بيشربش شاي ولا شرب حاجه، الا كل اللي هو عمله الكوبايه، هو غسل الكوبايه اللي فيها البيض واللبن جدع، غسلها اهي مش موجودة، غسل الكوباية اللي فيها البيض واللبن. يعني بصوا بقى، لان انا مش بحب الريحة بتاعت البيض واللبن الني، فهو غسلها جدع. بس بصوا بقى عمل من ناحية تانية ايه، يعني هو بيعمل حاجة كويسة وبعد كده بلاقي كارثة بعد كده. طلع اربع كوبايات نضاف عشان يشرب مية بس، وطبق نضيف عشان خاطر يكسر فيه قشر البيض، وطبق يرب فيه البيض، وساب كل حاجه طبعا الجبن وكل حاجه محطوطه بره، مع اني قايمه فرحانه وقلت عندي اكل مش هعمل حاجه في المطبخ خالص ومظبطه الدنيا من امبارح. قلت كل اللي انا هعمله هنزل اشتري شويه طلبات للبيت، وهاجي بقى اقعد كده واستريح، عندي اكل من امبارح هعمل بس جنبيهم شويه رز وسلطه وخلاص على كده. انتوا طبعا عارفين الواحده لما بتبقى عندها اكل بتبقى قايمه فرحانه جدا، انا واحده من الناس دي يعني، مش بفكر بقى خلاص عندي اكل هعمل جنب منه حاجات بسيطه وخلاص. بس بصوا بقى، عشان قلى بيضتين وعمل لبن بالبيض، شايفين الكوبايات والبرطمانات نازله من مكانها، والسكر ده انا عبيته كمان في البرطمان كان قلبه،
السكر اللي هو الاكياس دي. ف الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. كل الحاجات دي كده في الحوض. يعني انا قبل ما ببدا تنظيف المواعين لازم كل حاجه المها في الحوض. اللي عايز يتشال في الثلاجه طبعا بشيله. يلا بينا. والعسل طبعا اكيد حط بالمعلقه دي لاني مكانها عسل. العسل مفهمه الكل عندي، واللي ما يعرفش المعلومه دي، العسل ما يتحطش بمعلقه سكلس او معلقه المونيا، يتحط معلقه خشب. ليه؟ الخواص بتفقد بتاعت العسل اول ما بينزل فيه اي معدن. خلاص الخواص والمعادن والفيتامينات اللي جسمنا بياخدها يعني كده العسل دوت بقى عليه العوض خلاص. طبعا المعلقه محطوطه، باينه ان هي محطوطه على الرخامه برضو بالعسل بتاعها. فالله المستعان بقى، ربنا يهدي ويخلص يعني ذنبي اللي باجي بالي، خلصي لي ذنبي. ومش هو بس يعني، باقي اخواته برضو. يلا بقى الم كل ده. والليمونه مكسوره برضو، مش عارفه كان في ايه، بيتعمل ايه بالليمونه دي، انا مش فاهمه. دي كده وخلاص هعصرها في المواعين، في الصابون السائل بتاع المواعين، بدل ما تنشف وتبوظ فنستفاد بيها. انا كده لميت الرخامه كلها كده اهو بالشكل ده، مسحت الصينيه، هي نظيفه ومفيهاش حاجه اهو، ولبن بودر مقلوب وحاجات كده، مع ان انا بحب اعمل له طلباته عشان البهدله دي. بس اهو بقى لاني مش هنا انتهت الفرصه. هو بيحب يخش المطبخ يكسره، هو هيزعل مني من الفيديو ده، بس قولوا له كلمتين بالله عليكم، ما يتعبنيش، ما يبهدليش المطبخ. اقول له يا ابني انت عندك عقده، حرام يعني المطبخ يكون نظيف، والخلاط بالذات انا مش بحب، وسايب لبن وسايب يعني سايب فيه حاجات اهو برضه. الخلاط بحب اصبنه على طول لان دوت مش ازاز بلاستيك، فريحه البيت بتبقى لما بيقعد ريحه البيت يعني انا مش برتاح لها بصراحه. فهنصبن بقى الحاجات دي كلها. انا مش هحط الكوبايات في قلب الاطباق، هصبن الاول الاطباق الكوبايات. يلا بينا بقى نصبن الكوبايات. طبعا انا ليا ليفه للكوبايات وليفه للاطباق. طبعا ما بسيبش الميه سايبه على الفاضي، لا حرام. والكوبايات اغسلها الاول، ما احبش احط الكوبايات في قلب الحوض وفي اطباق. طبعا البيض معمول بسمنه فعشان لا مش بحب كده. اغسل الكوبايات واشطفها، مع اني كل ده عاملاه من بالليل. بس يلا يعني جدع الولد او الشاب اللي هو بيعرف يعمل الحاجه بنفسه، مش اشكال يعني، مش بيعتمد ان امه تقوم تفطره او تعمل له حاجه لو هي مش موجوده او هي نايمه او تعبانه، لا بيعمل الحاجه بنفسه. مع اني ما كانوش كده، بس هي الصبيان بقى لما بتكبر بتبهدل اكتر ما وهي صغيره. يعني وهم صغيرين سامحوني ان انا انا بتكلم معاكم، يعني اكني بتكلم مع نفسي بجد. بحب قوي قوي اتكلم معاكم. انا لو يوم ما صورتش وطلعت اتكلم والاقي كومنتات حلوه كده زيكم ببقى متضايقه جدا جدا. فاليوم بقى وهم صغيرين بتقدري عليهم، غير ما يكونوا كبار لا مش هينفع تشخطي. كويس اللي ما غسلها يعني ما غسلش الطاسه دي، ممكن كان غسلها بالليفه اللي هي الناشفه الليفه السن. فالطاسه التيفال لازم تتغسل باي حاجه ناعمه، لو ما في سفنجه اي حته قماشه نظيفه كده اهو تتغسل بيها. فالولد هو صغير تعرفي تشخطي فيه، تعرفي تزعقي له، اما لما بيكبر بقى خلاص مش بينفع. فاحنا هنغسل بقى المواعين دي كلها كده.
عملنا كده الحاجات اللي كانت مبهدله على الرخامه، وعملت كوبايه قرفه. القرفه الخشب دي حلوه قوي قوي، بتهدي الاعصاب، انا بحبها طبعا بدون سكر، حلوه قوي قوي، بتقلل الدهون اللي في الجسم، لو في دهون على الكبد على المراره في الجسم هي بتخسس، حلوه قوي قوي. فده مشروبي المفضل طبعا بدون سكر، حلوه قوي قوي، وبيهدي الاعصاب بجد، جميل، جميله جدا، وحتى من غير سكر طعمها حلو قوي قوي. يا ريت الفيديو دوت بقى كومنت في الكومنتات كده، والنبي بالله عليكم وصوا عليا ما يبهدليش الرخامه. انا ما قضيتش لما بتكون الرخامه بكركبه، بحب كل حاجه متساويه وكل حاجه في مكانها. ما تنسونيش بقى في اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. يلا بينا بقى نهدي اعصابنا بكوبايه القرفه دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف مليون سلام.